جيتك رسالة إنه يرجع استلام جرة الغاز. والله بفرح فيها، صار مثل لما بيجينا ولد. إجا الفرج. أكيد بكون مبسوطة كتير، ما مصدقة. بس بنطر رسالة البنزين أكيد. ورسالة الغاز ورسالة الخبز ورسالة المازوت، شو بدنا نساوي؟ يا رب توصل رسالة الغاز، رسالة السكر. إيه صرتوا بتنطروا العائلة كلها رسالة. إيه والله لهيك. شو شعوركم وقتها بتوصل هاي الرسالة؟ احتفال، نحتفل. شو أكثر رسالة بتنطرها أنت على الموبايل؟ بنطر الرز، السكر، الغاز، زيت. تبع الغاز. هلا جيتك الرسالة حتى عم تضحك ولا بس تذكرت؟ لا بس شفتني رسالة الغاز ضحكت، لأني مقطوع من الغاز. ما جيتك صار رسالة؟ لسه ما هلا وصلت. معقول هلا صارت رسالة التكامل بنزين، غاز، مازوت، تبسطنا أكثر من رسالة الحبيب؟ لا المازوت وهي أهم من الحبيب. شو شعورك وقت بتوصلك هاي الرسالة؟ بدها تاكل، حلوة، عندنا شعور كبير حلو كتير كتير. أكيد الغاز، البنزين، مازوت، كل الرسائل ناطرينا. هاي الرسائل برأيك صارت أهم من الرسائل وقتها بتجينا من شخص معين، حبيب، خطيب؟ لا طبعا في أهميات شخصية غير الرسائل، بتخلينا نحس بالسعادة. ايه طبعا والله كل الرسائل تقريبا يعني هي عون للمواطن بشكل عام، يعني إن كان السكر ولا الرز. والله حاليا اكثر شيء الغاز صراحه، الغاز هي اكثر شغله يعني تبسط يعني صراحه. شو الرساله اللي بتنطر اكثر شيء هلا على الموبايل؟ بنطر انا كون عندي من عائله من افراد وانا وامي 10، بننطر اكثر شيء رسالتي الغاز. يعني اكيد بدي انطر رساله السكر، رساله الرز، رساله الغاز، رساله المحروقات. هالرسائل هدول كل مواطن بيفرح وقت بتيجي هالرساله هاي. مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا. ليش معصب؟ انا معصب خيلي. هلا الاخ جيته رساله اول مره بحياته واحد بيقول لي معصب، شو القصه؟ اهلا وسهلا فيك. قالنا هلا انه شفنا شخص كثير مبسوط، اجيته رساله من تكامل الغاز، مو اجيته رساله استلام الغاز كان كثير مبسوط. انا اجتني كمان بس من امبارح، من شهر، لا من شهرين اجتنا.